مساء الخير أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم من جديد من قناة قانلي. فرق $50 بين جهاز بوكو اكس 3 جي تي وبين جهاز بوكو اف 3، طيب أي الأفضل؟ ادفع $50 زيادة واشتري جهاز بوكو اف 3، ولا وفر $50 وروح اشتري جهاز البوكو اكس 3 جي تي؟ طبعا هدول الجهازين مناسبين، اثنينهم مواصفاتهم حلوة، اثنينهم أدائهم جبار وحلو، وما في أي تنازل بأي جهاز من هدول الجهازين. بس طبعا بالنهاية في جهاز رابح وحيد بين هدول الجهازين، أو في واحد يعتبر الأفضل من بين هدول الجهازين. رح نتعرف عن كل مميزات وعيوب هدول الجهازين بهذا الفيديو. خلينا نحكي كبداية عن الفرق بين هدول الجهازين بالنسبة للشاشات. جهاز البوكو اف 3 جاي بشاشة بحجم 6.67 من نوع اموليد مع 395 بي بي اي لكل بكسل، وبدقة فول اتش دي بلس، و120 تذكرة زيت شاشة، وعلى طبقة حماية غوريلا كلاس 5. بينما جهاز البوكو اكس 3 جي تي فهو جاي بشاشة بحجم 6.6 من نوع اي بي اس مع 399 بي بي اي لكل بكسل، وبدقة فول اتش دي بلس، و120 تذكرة زيت شاشة، وعلى طبقة حماية غوريلا كلاس فيكتس. طبعا اذا قارنا هدول الشاشتين مع بعض رح نلاحظ انه شاشة البوكو اف 3 افضل من ناحية الالوان كدقة كتشبع الوان، اكيد الاموليد افضل بكتير من الاي بي اس من ناحية الالوان، لكن الاي بي اس اللي جاي على البوكو اكس 3 جي تي ما انها سيئة، ايضا الوانها حلوة، بس اكيد ما بتوصل لدقة والوان وتشبع الوان جهاز البوكو اف 3. طبعا ايضا شاشة الجي تي بتتفوق على الاف 3 بنوع طبقة الحماية، هون جاي نوع طبقة الحماية غوريلا جلاس فيكتس. الفيكتس هو اعلى طبقة حماية موجودة على الجهاز، حكيت عنها بفيديو الغوريلا جلاس، فيكم تشوفوه بالقناة، عامل فيديو عن الغوريلا جلاس لحاله بقلب القناة. فطبقة الحماية الموجودة بجهاز الجي تي بتتفوق على البوكو اف 3، بينما الاف 3 بتتفوق بموضوع الاموليد والالوان وتشبع الالوان. واذا بدنا نحكي عن المعالجات، جهاز البوكو اف 3 جاي بمعالج سناب دراجون 870 بمعمارية 7 نانومتر ومعالج رسومي ادرينو 650، بينما جهاز البوكو اكس 3 جي تي جاي بمعالج من ميديا تك من نوع دايمنستي 1100 بمعمارية 6 نانومتر ومعالج رسومي مالي جي 77. هدول المعالجين اقوياء، اثنينهم جيدين، اثنينهم ادائهم حلو، اثنينهم بيوفروا شحن، ايضا اثنينهم ما في عليهم اي مشكله، لكن معالج جهاز البوكو اف 3 بيعطي كنقاط او كاداء افضل ب 8% من معالج البوكو اكس 3 جي تي. ايضا معالج البوكو اكس 3 جي تي بالجي بي يو افضل من معالج البوكو اف 3، بيعطي اداء بالنسبه للالعاب يعني افضل من البوكو اف 3. فهنا ايضا هون المعالجين كل واحد بيتميز بشيء معين. طبعا من خلال تجربتي للمعالجين انا واستعمالي لهم للجهازين، فشفت انه البوكو اكس 3 جي تي بيعطي حراره اعلى من البوكو اف 3، بينما البوكو اف 3 حرارته مستقره اكثر، يعني الحراره منخفضه او مستقره وثابته بالبوكو اف 3 بالنسبه للالعاب وبالنسبه للضغط على الجهاز اكثر من جهاز بوكو اكس 3 جي تي، وهي مشكله موجوده باغلب معالجات الميديا تك كلهم. بس يصير في ضغط على الجهاز او حراره عاليه بتلاقي الجهاز فورا طلعت حرارته، هذا عيب يعني موجود بالميديا تك منذ الازل ولحد هاللحظه. اي معالج من ميديا تك بتلاقي كل ما ضغطت عليه أكثر كل ما بترتفع حرارته أكثر، بينما معالجات الكوالكوم دائما عم تكون مستقرة أكثر وثبات فيها أكثر وحرارة بتكون أقل أيضا بمعالجات الكوالكوم. إذا انتقلنا للتخزين والرام، جهاز البوكو اف 3 جاي بسعر تخزين 256 جيجا من نوع يو اف اس 3.1 مع 8 جيجا رام من نوع ال بي دي دي ار 5، وجهاز جاي سعره $355، بينما جهاز البوكو اكس 3 جي تي جاي أيضا بسعر تخزين 256 جيجا من نوع يو اف اس 3.1 مع 8 جيجا رام من نوع ال بي دي دي ار 4X، وجاي الجهاز سعره $305، يعني الفرق بين الجهازين $50. طبعا الجهازين بتلاقوهم متوفرين عند شركة النيزاك، اللي بيحب يشتريهم رح اترك لكم رابط الصفحة موجود بصندوق الوصف، عندهم توصيل لكافة أنحاء العراق. وإذا حكينا عن الفرق من ناحية التخزين والرام بالنسبة لهدول الجهازين، فهو من ناحية التخزين نفس الشيء تماما، لكن يختلف نوع الرام. نوع الرام اللي جاي بجهاز البوكو اف 3 بيعطي أداء أفضل تقريبا بمرة ونص من الموجود على جهاز البوكو اكس 3 جي تي، يعني 8 جيجا رام بين الجهازين تختلف مو نفسها بين الجهازين. اللي جاي بالبوكو اف 3 بتعطي تقريبا ما يقارب 12 جيجا رام من الموجوده بجهاز البوكو اكس 3 جي تي، تقريبا افضل بمره ونص يعني من ناحيه الاداء والسرعه للجهاز. يعني طبعا في شيء ما حكينا عنه هو خامات التصنيع. الجهازين مصنوعين اطارهم من البلاستيك، لكن الخلفيه والظهر بيختلف. جهاز البوكو اف 3 جاي خلفيته من الزجاج مع حمايه غوريلا جلاس 5، بينما جهاز البوكو اكس 3 جي تي جاي خلفيته من البلاستيك وبدون اي طبقه حمايه، يعني البوكو اكس 3 جي تي معرض للخدوش اكثر من جهاز البوكو اف 3، بينما البوكو اف 3 محمي اكثر من الخدوش ومن الكسر لانه في موجوده عليه طبقه حمايه. واذا انتقلنا البطاريات والشحن،
الشحن. جهاز البوكو اف 3 جاي بطارية بحجم 4520 ملي امبير مع سرعة شحن 33 واط، والشحن موجود داخل العلبة. طبعا هذا الجهاز بيشحن من 0% بخلال 52 دقيقة. بينما جهاز بوكو اكس 3 جي تي جاي بطارية بحجم 5000 ملي امبير وسرعة شحن 67 واط، وايضا الشحن موجود داخل العلبة، والجهاز بيشحن من 0% ب 42 دقيقة. يعني تفوق بالنسبة للبطارية وسرعة الشحن اكيد للبوكو اكس 3 جي تي، بطارية حجم 5000 ملي امبير اكبر، وحتى سرعة الشحن بتجي 67 واط، يعني ايضا المدة اقصر لحتى يعبي الجهاز لل 50% او لحتى يفول من 0% واذا انتقلنا للكاميرات، فجهاز البوكو اف 3 جاي بثلاث كاميرات اساسية 48 ميجا، الثانوية بتجي 8 ميجا للالترا وايد، والاخيرة بتجي 5 ميجا للمايكرو، والجهاز بيصور 4K 30 فريم بالثانية. بينما جهاز بوكو اكس 3 جي تي جاي بثلاث كاميرات ايضا اساسية 64 ميجا، الثانوية بتجي 8 ميجا للالترا وايد، والاخيرة بتجي 2 ميجا للمايكرو والشغلات الصغيرة، والجهاز بيصور 4K 30 فريم بالثانية. بالنسبة للصور مشان ما اطول الفيديو، انا راح احط لكم كم صورة من تصويري، لكن اذا بدكم تدققوا على الكاميرات وتشوفوا الكاميرات اي وحدة افضل، روحوا شوفوا مراجعة البوكو اكس 3 جي تي لحال والاف 3 لحال، عاملهم تجربة كاميرات مطولة، راح اترك لكم رابط المراجعات موجودين بصندوق الوصف. لكن بالنسبة لي من ناحية الكاميرات ما شفت هالفرق الكبير كتير بيناتهم، يعني اثنيناتهم جيدين، اثنينهم تصويرهم حلو، واثنينهم معالجتهم بالصور ايضا جيدة بالنسبة لهدول الجهازين، يعني 48 ميجا وال 64 ميجا، يعني مجرد ارقام ما راح تعطيك هالفرق اللي كتير عالي بيناتهم، كونوا الجهازين اقوياء واثنينهم معالجاتهم جيدة بتعمل معالجة جيدة ايضا للصور، واثنينهم بنفس نظام المعالجة الموجود من شركة شاومي. واذا انتقلنا لبقية الميزات، رح احكي لكم الميزات المشتركة بين هدول الجهازين مثل العادة، وبالاخير الفروقات بيناتهم واي واحد افضل بين هدول الجهازين. اذا حكينا عن نظام التشغيل، فالجهازين جايين بنفس نظام التشغيل اللي هو اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12.5، الواجهتين جيدين، واجهتين ما واجهت معهم مشاكل، وادائهم كتير حلو وكتير سريع، وما شفت بهدول الجهازين اي مشكلة من ناحية الواجهة ومن ناحية النظام والاداء. بالنسبة للبصمات، فالجهازين ايضا بصماتهم جانبية، جهاز الاف 3 جاي بصمته جانبية وادائها كتير حلو وسلس وسريع وما واجهت معها اي مشكلة، ايضا بصمة البوكو اكس 3 جي تي كانت سريعة وادائها كتير حلو وادائها جدا ممتاز وما واجهت مع اي بطء او لاج، بالبصمتين ايضا ادائهم كتير حلو، نفس الشيء بالنسبة لهدول الجهازين. ايضا الجهازين بيدعموا خدمات جوجل بشكل كامل، ايضا الجهازين بيدعموا جيروسكوب، الجهازين بيدعموا مستشعر اي ار، ايضا الجهازين بيدعموا صوت ستيريو سبيكر محيطي من الجانبين، والجهازين بيدعموا مقاومة ماء وغبار اي بي 5.3، فاثنيناتهم موجودة فيهم هدول الميزات تماما، يعني ما في اي اختلاف بالنسبة للميزات بين هدول الجهازين، اثنيناتهم بيدعموا نفس هي المميزات. ايضا الجهازين ما بيدعموا مدخل سماعات 3.5، وهذا العيب مشترك بين الجهازين. طبعا بنهاية الفيديو انا دائما بقول لكم انه اي جهاز افضل بين هدول الجهازين او اي جهاز اشتري من بين هدول الجهازين. يا جماعة بالنسبة لهدول الجهازين اثنينهم جيدين واثنينهم ادائهم حلو، واذا انت مقتنع بواحد من بيناتهم فاشتريه وما عندك اي مشكلة، لكن منطقيا انت لما بنشوف نحن هاي المواصفات من ناحية المعالج افضل واستقرار احسن، ايضا الشاشة اللي جاية سوبر اموليد، نوع الرام الافضل بالنسبة لجهاز البوكو اف 3، ففعليا بتلاحظ انت انه اذا دفعت $50 زيادة رح تاخذ هالمميزات الثلاثة الزيادة اللي بيفرقوا كتير باداء الجهاز، باستعمال الجهاز، بحرارة الجهاز، بالوان الشاشة تبعت الجهاز، بالرام والسلاسة والتنقل وبين التطبيقات والبرامج بالنسبة لهذا الجهاز، فبتشوف انه $50 صراحة تستحق انك تدفعها وتشتري الاف 3، وانه حرام تترك الاف 3 وتشتري الاكس 3 جي تي كرمال $50 زيادة بس فرق بين هدول الجهازين. رغم هيك جهاز البوكو اكس 3 جي تي بيتفوق ايضا بعدة نواحي، هي الشاشة، طبقة الحماية الموجودة على الشاشة، وايضا سرعة الشحن والبطارية الاكبر يعني، وبسعر ارخص. فانت اذا ما عندك مثلا، ممكن اذا انت مثلا مصرياتك ما بتكفي $355 انك تشتري الاف 3، فايضا الاكس 3 جي تي خيار حلو ومناسب وما له بطال كجهاز يعني، لكن هو مخصص لفئة او لناس مثلا معينة ما كتير بتهتم بمشاهدة المحتوى، ما كتير بتهتم بمثلا الوان الحلوة مثلا، وما عندك كتير ضغط على الجهاز وبده جهاز بما يقارب $300، فهذا الجهاز مخصصته شاومي لهي الناس. ومثل ما اتفقنا نحن سابقا انه شاومي صارت عم تحط لك بين كل $20 أو $30 او حتى $50 مثلا جهاز، يعني بتلاقي مثلا بوكو اكس 3 برو، بوكو اكس 3 جي تي، بوكو اف 3، فكل واحد مثلا حسب المصاري اللي عنده او حسب البادجت اللي حاطه هو ممكن يلاقي الجهاز بيناسبه. بس اذا انت قادر انك تشتري اعلى فئه من بيناتهم وهي اف 3 فما انا خساره ابدا، لانه تعب تاخذ مميزات افضل بكتير من الموجودين بالجي تي ومن البرو طبعا. وهيك بنكون وصلنا لنهايه هي المقارنه. اذا عندكم اي اسئله واستفسارات اكتبوا لي بالتعليقات، او اذا عندكم مقارنه بين جهاز وجهاز ايضا اكتبوا لي بالتعليقات، ان شاء الله كلها رح نعملها مقارنات هي الاجهزه لقدام شوي. وبتمنى اذا استفدتم من هذا الفيديو ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، ودمتم سالمين.